مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر المتقدم، أهلا بكم في لقاء يتجدد مع موضوع جديد من موضوعات العلوم الاجتماعية. من خلال الصور المعروضة أمامك يمكن أن تستنتج عنوان درس اليوم. اليوم سنتحدث عن القطاعات الاقتصادية، وسيكون درس اليوم تحت عنوان مراجعة على القطاعات الاقتصادية. ستركز مراجعة درس اليوم على ثلاثة أهداف، ألا وهي: نريد أن نصنف القطاعات الاقتصادية حسب النشاط، ثم نريد أن نصنفها حسب الملكية، وأخيرا نريد معرفة خصائص منطقة العمل المركزية في المدن. تعالوا نتعرف على الهدف الأول في درس اليوم، ألا وهو أنواع القطاعات الاقتصادية حسب النشاط. من خلال المخطط المعرفي الظاهر أمامك يمكن أن تصنف القطاعات الاقتصادية حسب النشاط إلى ثلاثة أنماط: قطاع أولي أو ابتدائي، وقطاع ثانوي، وقطاع ثلاثي. ولكن ما معنى هذه القطاعات؟ تعالوا نتعرف عليها بشيء من التفصيل والتوضيح. من خلال الصور المعروضة أمامك يمكن أن تتعرف على القطاع الأولي. القطاع الأولي يشمل العاملين في الزراعة والراعي وصيد الأسماك كما هو ظاهر في الصور المعروضة. أيضا من خلال الصور المعروضة يمكن أن تتعرف على القطاع الاقتصادي الثانوي، ويشمل العاملين في جميع أنواع الصناعات. ثالث نوع من أنواع القطاعات الاقتصادية حسب النشاط، القطاع الثلاثي، وهذا يشمل العاملين في كافة أشكال الخدمات. إذا انتقلنا إلى تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 146، سنجد بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. السؤال الأول: اختر إجابة صحيحة من بين البدائل الآتية. 1- يشمل القطاع الأولي أنشطة اقتصادية مثل الصيد. 2- يشمل القطاع الثلاثي العاملين في أعمال الخدمات. 3- القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة في مدينة الدوحة هو القطاع الثلاثي. تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الأول للتأكد من تحقيقه. السؤال الأول: ما المقصود بالقطاع الأولي أو الابتدائي؟ هو قطاع يهدف العاملون فيه إلى إنتاج واستخراج مواد غذائية وخامات من الطبيعة. السؤال الثاني: القطاع الذي يقوم فيه العاملون بالصناعات التحويلية هو الثانوي. السؤال الثالث: ما دلالة ارتفاع أعداد العاملين بالقطاع الثانوي في دولة ما؟ هذا يدل على ارتفاع مستوى المعيشة، ويعتبر مؤشر على وجود تميز في التنمية الاقتصادية. هنا سؤال التقويم البنائي عن الهدف الأول. يقول السؤال: اذكر أنماط القطاعات الاقتصادية حسب النشاط، والإجابة تم ذكرها آنفا. تعالوا نتعرف على الهدف الثاني في درس اليوم، وهو تصنيف القطاعات الاقتصادية حسب الملكية. من خلال الصور المعروضة يمكن أن تستنتج ما يلي: هناك شركات قطاع عام في قطر مثل شركة قطر للبترول، وهناك شركات قطاع خاص في قطر مثل شركات بيع السيارات، وهناك أيضا شركات قطاع مختلط مثل شركة رأس غاز، ولكن تم دمجها مع شركة قطر غاز في يناير 2018. من خلال المخطط المعرفي الظاهر أمامك يمكن أن تجيب عن
الأسئلة التالية: ما المقصود بالقطاع العام؟ هو قطاع الملكية فيه تكون للحكومة. سؤال آخر: ما المقصود بالقطاع الخاص؟ هو قطاع الملكية فيه تكون للأفراد أو الشركات الخاصة. السؤال الثالث: ما المقصود بالقطاع المختلط؟ وهو قطاع تشارك فيه الدولة بنسبة والقطاع الخاص بنسبة أخرى. يمكن من خلال الشرح السابق استكمال المخطط المعرفي الظاهر أمامك. قطاع الملكية فيه تكون للحكومات هو القطاع العام، مثل شركة قطر للبترول. 2- قطاع الملكية فيه للأفراد والشركات فقط هو القطاع الخاص، مثل شركات بيع السيارات. 3- قطاع الملكية فيه تكون بين الدولة والقطاع الخاص هو القطاع المختلط، مثل شركة رأس غاز سابقا. تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الثاني للتأكد من تحقيق. السؤال الأول يقول: من القطاعات الاقتصادية التي تصنف على أساس الملكية هو القطاع العام. السؤال الثاني: أعطي مثال لشركات القطاع المختلط في دولة قطر، مثل شركة رأس غاز سابقا. السؤال الثالث: قارن بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث المفهوم والأمثلة. القطاع العام هو قطاع تكون الملكية فيه للحكومة فقط، مثل شركة قطر للبترول. أما القطاع الخاص فهو قطاع تكون الملكية فيه للأفراد أو الشركات الخاصة، مثل شركات بيع السيارات وأيضا المجمعات التجارية. هنا سؤال التقويم البناء عن الهدف الثاني. يقول السؤال: اذكر أنماط القطاعات الاقتصادية حسب الملكية، والإجابة تم ذكرها سابقا. إذا فتحنا الكتاب المدرسي صفحة 146 سنجد بعض الأسئلة نريد أن نجيب عنها. في نفس السؤال الأول اختياري، النقطة الخامسة: يعد استخراج النفط والغاز الطبيعي من أنشطة القطاع الابتدائي. نقطة أخرى: من شركات القطاع العام أو القطاع الحكومي شركة قطر للبترول. أيضا تكملة لنفس السؤال الاختياري، النقطة السابعة: المنطقة التي تمثل القلب التجاري الذي نمت حوله الدوحة هي منطقة سوق واقف. النقطة الثامنة: تم إنشاء مؤسسة حمد الطبية عام 1982. النقطة التاسعة: تتميز منطقة الأعمال المركزية بقلة مساحات الفضاء. أيضا في نفس السؤال: والد الطالب حمد يعمل في أحد بنوك قطر المصرفية، ووالدته تعمل معلمة في أي القطاعات يعملان؟ القطاع الثلاثي. نقطة أخرى: شركة قطر للبترول تصنف حسب الملكية إلى قطاع عام. تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الثاني للتأكد من تحقيقه. السؤال الأول: من القطاعات الاقتصادية التي تصنف على أساس الملكية هو القطاع العام. السؤال الآخر: أعطي مثال لشركات القطاع المختلط في دولة قطر، مثل شركة رأس غاز سابقا. السؤال الثالث: قارن بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث المفهوم والأمثلة. القطاع العام قطاع تكون الملكية فيه للحكومة، مثل شركة قطر للبترول. أما القطاع الخاص قطاع تكون الملكية فيه للأفراد، مثل شركات بيع السيارات والمجمعات التجارية. هنا سؤال التقويم البناء عن الهدف الثاني. يقول السؤال: اذكر أنماط القطاعات الاقتصادية حسب الملكية، والإجابة تم ذكرها سابقا. الهدف الثالث في درس اليوم: نريد معرفة خصائص منطقة الأعمال المركزية. في الحقيقة منطقة الأعمال المركزية تمثل مرآة للقطاع الثلاثي، لأن معظم الأنشطة الموجودة في منطقة الأعمال المركزية تكون من أنشطة القطاع الثلاثي، مثل الخدمات والتجارة والأعمال المصرفية والبنوك. ولكن ما المقصود بمنطقة الأعمال المركزية؟ من خلال الفقرة المعروضة أمامك يتضح لنا ما يلي:
يتضح لنا أن منطقة العمالة المركزية هي منطقة الثقل الاقتصادي وقلب المدينة النابض الذي يغذي بقية أجزاء المدينة باحتياجاتها من الخدمات المتنوعة والمختلفة. إذن ما خصائص وسمات منطقة الأعمال المركزية؟ هنا يظهر لك بشكل واضح أن منطقة الأعمال المركزية تتميز بتركز الخدمات وتجارة التجزئة والبنوك والصرافة، وأيضا تتميز بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وكثافة الحركة المرورية وقلة مساحات الفضاء. إذا فتحنا الكتاب المدرسي صفحة 147 سنجد السؤال الثاني يقول: بما تفسر أهمية منطقة العمالة المركزية؟ تمثل منطقة العمالة المركزية القلب والثقل الاقتصادي للمدينة. سؤال آخر: بما تفسر نقل المصانع والورش إلى المنطقة الصناعية جنوب غرب الدوحة وذلك للمحافظة على صحة سكان العاصمة ولإخلاء العاصمة من الورش؟ تعالوا نطرح بعض الأسئلة عن الهدف الثالث والأخير في درس اليوم للتأكد من تحقيقه. السؤال الأول يقول: تتميز منطقة الأعمال المركزية في مدينة الدوحة بتركز محلات الصرافة. السؤال الثاني: ما المقصود بمنطقة الأعمال المركزية؟ هي المنطقة التي تقع في قلب النطاق الحضري للمدينة، تتميز بالكثافة العمرانية المرتفعة التي تقل بالابتعاد المستمر عن المركز نحو ضواحي المدينة. هنا سؤال التقويم البنائي عن الهدف الثالث والأخير يقول السؤال: ما خصائص منطقة الأعمال المركزية؟ والإجابة تم ذكرها سابقا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وفيه تم دراسة أنواع القطاعات الاقتصادية حسب نشاط، وأيضا أنواع القطاعات الاقتصادية حسب الملكية، وتعرفنا على خصائص منطقة الأعمال المركزية، وأيضا تم الإجابة عن تدريبات كتاب المدرسة. وإلى لقاء آخر يتجدد مع موضوع جديد من موضوعات العلوم الاجتماعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.